مقتل وكيل محافظة هيبة المعين من قبل الحوثيين على يد قيادي آخر في الميليشيا. هل دخل الحوثيون فصلا جديدا من صراع الأجنحة داخل الحركة؟ وكيف ينعكس هذا الصراع على أبناء محافظة هيبة المدنيين؟ إلى حلقة جديدة من المساء اليمني، أهلا بكم. في صراع بين مراكز نفوذ قيادات ميليشيا الحوثي في محافظة هيبة اندلعت اشتباكات واسعة بين أنصار القيادي الحوثي شاكر بابكر والقيادي وكيل المحافظة إسماعيل سفيان، أدت إلى مصرع الأخير بالإضافة للعديد من المسلحين من أتباع الطرفين. يقول مراقبون إن الصراع بين قيادات ميليشيا الحوثي في إب يأتي بناء على دوافع صراع أجنحة النفوذ بين الحوثيين القادمين من صعدة والحوثيين من أبناء محافظة إب الذين سهلوا لهم مهمة الاجتياح إبان الانقلاب أواخر العام 2014. لماذا تستغل الميليشيا أبناء محافظة إب وترتكب فيهم أبشع الجرائم؟ وهل ستؤثر هذه الجرائم على المزاج الشعبي الرافض للميليشيا في إب؟ وأين هو الدور الرسمي والحقوقي إزاء هذه المحافظة المنسية؟ محافظة إب تدخل فصلا جديدا من فصول العنف، هذه المرة بين أجنحة ميليشيا الحوثي ذاتها. اشتباكات عنيفة اندلعت أمام مقر إدارة الأمن في مدينة إب بين أتباع قيادات أمنية وقبلية تنتمي للميليشيا على خلفية خلافات ذات علاقة بالنفوذ داخل المدينة. الاشتباكات خلفت العديد من القتلى والجرحى، أبرزهم القيادي إسماعيل سفيان الذي عينته الميليشيا وكيلا للمحافظة، ويعد من أبرز من يعملون لصالحها في إب منذ سنوات عديدة بحسب مصادر إعلامية. ظن البعض أن إب ستكون الأقل ضرراً بين جميع المحافظات لاختيارها البقاء بعيداً عن الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات، لكن الانتهاكات التي ارتكبت بعد استتباب الوضع للحوثيين في إب كشفت عن مصير مختلف واجهه أبناء المحافظة بخلاف ما كانوا يأملونه. استباحت ميليشيا الحوثي مدينة إب، حيث تؤكد التقارير أنها من أبرز المدن التي ارتكب فيها الحوثيون انتهاكات وحشية تتوزع بين القتل والاختطاف ونهب الأراضي وإذلال الناس ومصادرة حقوقهم وآرائهم. وصلت حالة الفوضى التي ترعاها الميليشيا اليوم إلى العناصر التي ساعدت في تمكين الحوثيين من السيطرة على المحافظة، ولكن الضحية يبقى دائماً هم المواطنون الذين تتقاتل قيادات الميليشيا على رؤوسهم. تحاول ميليشيا الحوثي لملمة القضية في إب واستعادة صورتها الموحدة في مواجهة باقي اليمنيين، غير أن هذه الممارسات كشفت عن إصابة ميليشياوية تفتك بخصومها وأصدقائها في ذات الوقت إذا ما تعلق الأمر بالامتيازات داخلها. إذن مشاهدينا، تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة من برنامج المساء اليمني، وأرحب بضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية الصحفي حمود هزاع. أهلا بك أستاذ حمود. مساء الخير، تحية لك أخي سامي وللمشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ حمود، وأيضا أرحب بضيوفنا الذين سينضمون لاحقا في هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية أستاذ حمود، فوضى واشتباكات مسلحة إذا شهدتها محافظة إب بين طرفي يتبعون الحوثيين، هي اشتباكات بينية شهدتها المحافظة. بالبداية لو تضعنا أمام تفاصيل ما حدث. كما وصلتنا الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام، هناك صراع مصالح بين كتل من قبل الميليشيا الحوثي وجماعاتها وأذرعها داخل إب أو القادمة من خارج من شمال الشمال من محافظة صعدة. هو صراع على ممتلكات أبناء إب وعلى ثرواتهم على أراضيهم. بدأ الصراع التنافس على ما يسلبوه من المواطنين يتحول إلى صدام وإلى صراع. فمن الطبيعي تاريخ وسلوك أي ميليشيات إرهابية إجرامية، وكذلك سلوك الميليشيا الإمامية على مدى العقود الماضية، عندما تشعر بحالة من عدم الصدام المباشر مع أي خصم لها تبدأ الصراع البيني فيما بينها صراع مصالح. وفي محافظة إب كان هناك المتصارعين
هم على أساس أنهم معينين من قبل الميليشيا الأمر الواقع كقادة في الأجهزة الأمنية، قادة شرطة. وكما تداولت وسائل الإعلام قيام مدير الشرطة في مدينة إب اسمه بابكر، قام باعتقال مطير الشرطة اسمه محمد لا أتذكر من إسماعيل، ثم ولد هذا ردة فعل وغضب من قبل أسرة مدير الشرطة المختطف لدى مدير الشرطة آخر، واحتجاج لدى مدير أمن عبد الحافظ الثقافة المعين من قبل الميليشيا، وأخذت القضية تأخذ إجراء تصاعدي وتصادمي ثم اقتتال فيما بينهم. نتج عن هذا الاقتتال مقتل يعني الكثير من أفراد الميليشيا من الطرفين المتصارعين بابكر وبيت إسماعيل، وبينهم وكيل محافظة إب المعين من قبل ميليشيا الحوثي من بيت إسماعيل. طيب بالنسبة للقتلى والجرحى وأهمية يعني من حيث كقيادات، هل هناك أي إحصائيات أو معلومات متوفرة لديك في هذا الخصوص؟ لا يوجد غير لحد الآن، لا يوجد حتى إحصائية بعدد القتلى والجرحى. هناك تحفظات، لكن ما أعلن أنه تم اغتيال يعني مقتل، تأكد مقتل وكيل محافظة إب من قبل الميليشيا من بيت إسماعيل، لما ذكر اسمه بالتحديد، ولكن كما تناولت وسائل الإعلام أنه كان أحد أذرع ميليشيا الحوثي وعمل ضمن التنظيم السري للهاشمية السياسية، وكان مسؤول المشروع الحوثي بمحافظة إب منذ 20 عام، وقاتل مع ميليشيا الحوثي في حروب سابقة في شمال الشمال وأثناء اجتياح صنعاء، وكان المسؤول عن الأول لميليشيا الحوثي خلال اجتياح الميليشيا لمحافظة إب في العام 2014. طيب حمود، إذا أسباب، وهذا يؤكد على أنه شخصية قيادية كبيرة. طيب إذا أسباب الصراع هو فقط على المصالح والنفوذ داخل المحافظة كما تحدثت بذلك الكثير من المصادر الإعلامية؟ نعم، مصالح ونفوذ، لأنه لا يوجد شيء آخر في محافظة إب. محافظة إب تنظر إليها هذه القيادات كغنيمة نظرا للكثافة السكانية والحركة الاقتصادية التي تترتب على ذلك، وبالتالي هم يمارسون الابتزاز من قبل ضد المجتمع. تضاعف هذا الابتزاز والإثلال والنهب والانتهاك مع انقلاب على الشرعية في العام 2014، وهو امتداد لعقود ماضية حتى ما قبل 2014 وما قبل 94. الدولة العميقة في محافظة إب والقوى المتحكمة في هذه المحافظة هي تتبع القوى الإمامية. طيب بالنظر إلى ضحايا هذه الاشتباكات ممن سقطوا، هناك من يقول أيضا أن هناك جانب لهذا الصراع ربما له علاقة بالجانب المناطقي. قد يكون، لكن ليس من أجل المناطقية، ولكن من أجل المصلحة، من أجل الغنيمة ما يتم أخذه بطريقة مشروعة، من أجل الهيمنة وليس من أجل المسؤولية. هذه ميليشيات سلوكها وشعارها ومنهجها ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، وبالتالي لا يمكن نقول بأنه صراع مناطقي، أن هناك فئة يمكن أن ترفض ما يمارس بحق المجتمع ككل، وإنما تشعر هذه الفئة الميليشياوية أن من حقها أن تستأثر بأبناء هذه المحافظة وأن تمارس في الابتزاز والنهب والامتهان دون غيرها، كنوع تنظر كنوع من الشراكة في هذا المشروع الإجرامي والاستحقاق، وليس من باب الحرص والمسؤولية. طيب أستاذ حمود، نشرك مهمة جدا. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا من العاصمة السعودية الرياض الأستاذ إبراهيم عسكين، مستشار محافظ محافظة إب الإعلامي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ إبراهيم، ما حدث في محافظة إب خلال اليومين الماضيين؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟ ما الذي يحدث وما هي الصورة لديكم في قيادة محافظة إب؟ ألو، تسمعني؟ نعم نعم نعم. سؤالي عن ما الذي يحدث في محافظة إب؟ الذي يحدث في محافظة إب هو عبارة عن صراع على النفوذ بين أطراف ينتمون إلى جماعة الحوثي. بدأ الصراع كما يعرفه الجميع ما بين أطراف حوثية واجهوا شخصية تم تحديدها في محافظة الشخصية منعتهم من أشياء كثيرة، منعتهم من تهبش الأراضي، تهبش الأراضي بوقف وقفة. ألو، طيب، إذن فقط هو ما يحدث صراع نفوذ ومصالح بين هذه العناصر المسلحة داخل محافظة إب. أسمعك أخي الكريم، الأحداث الأخيرة في إب يعني بشكل مختصر تطورت بشكل متسارع وأصابت الغالبية جميل. الذي كان يتابع أول ظهور للصراع كان يتوقع تطوره خصوصا في تلك البيئة التي تساعد على ذلك. الصراع بدأ ما بين مدير أمن إدارة الظهار ومدير قسم 17 يوليو، تطور ذلك الصراع ودخلت فيه أطراف أخرى. مدير قسم 17 يوليو يعتبر قريب القيادي الحوثي سفيان الذي قتل يوم أمس في الاشتباكات التي حدثت في شارع تعز. طيب، تبقى معنا أستاذ إبراهيم عسكين ونحاول التواصل معك مرة أخرى حتى يبدو أن هناك إشكالية بسيطة في الصوت. أعود للأستاذ حمود هزاع من مأرب. أستاذ حمود، انعكاسات ما حدث من فوضى في محافظة إب على المدنيين داخل المحافظة. بالتأكيد أي اقتتال داخل المدينة سيكون المدنيين هم ضحايا، ولكن تداول الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نوع من البهجة من التشفي المجتمعي من تجاه ما يجري. الجميع يشعر بالقهر بالغبن، ينتظر لحظة الاقتتال، ينتظر أي علامة للفرج، ولذلك كان الناس يبدو مبتهجين ويتمنوا أن تفنى هذه الميليشيا بالاقتتال بيني حتى يعني ينتظرون الخلاص، ولو ان هذا الامنيه تبدو غير منطقيه في هذه اللحظه بالذات. لكن هذه رغبه الاهالي وما لمسوا ما تم تداوله. طيب استاذ حمود، هل تم احتواء الخلاف داخل المحافظه؟ هل ازيلت كل الاسباب التي ادت الى خلق هذا التوتر وهذه الاشتباكات التي شهدتها المحافظه وكيف؟ يبدو انه تدخلت قوى اخرى من قبل ميليشيا الحوثي تسمى الامن الوقائي، وتم احتواء الموقف في حينه، ولكن قد ربما يعود للانفجار مره اخرى وقد يتم احتوائه بشكل جدي. هناك بدأت بعض الأطراف تتحدث عن اختفاء مدير أمن إب عبد الحافظ السقاف، وبدأت بعض الأطراف تتحدث عن أن عبد الحافظ السقاف سيتوجه إلى محافظة عدن كنازح، وبضعت بعض الأطراف تجتهد أكثر وتقول إذا وصل السقاف إلى عدن فإنه سيعود إلى وظيفته السابقة في عدن كقائد للقوات الخاصة أو كمسؤول كبير في إدارة أمن عدن، وكما كان في مع بداية العاصفة، ورغم تمرده على الشرعية وعلى الرئيس هادي، وأن هذه وإنه قد يتخذ من هذه فرصة أو تتخذ بعض القوى فرصة لإعادته إلى ما كان عليه من أجل إعادة ترتيب الوضع في الجنوب كذلك.
أعود مرة أخرى للأستاذ إبراهيم عسكين المستشار محافظ إب الإعلامي. أستاذ إبراهيم، أنتم في الشرعية كيف تتابعون ما تشهده محافظة إب وتتابعوا ما يحصل هناك، وهل يمكن أن يكون لكم دور؟ وأيضا ما تعليقك على السيناريو الذي تحدث به أستاذ حمود من مارب حول مستقبل ربما عبد الحافظ السقاف الذي تم استبعاده من قبل ميليشيا الحوثي؟ بالنسبة لموقف الشرعية، لا يوجد لدي أي موقف حالي تجاه الأحداث الدائرة في إب نهائيا. يتم مراقبة كل ما يحدث عن بعد. وبالنسبة لتغيير الثقافة، تلك عبارة كلها أنباء لا أساس لها من الصحة. لم يتم تغيير الثقافة حتى الآن، ولم يصدر أي قرار من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء بذلك. والأمور الآن متوترة في محافظة إب وخصوصا الليلة. طيب، كان يقال أستاذ إبراهيم أنه تم احتواء الموقف داخل محافظة إب من قبل عناصر ميليشيا الحوثي بتدخل ما يعرف بالأمن الوقائي، لكنك تقول أن هناك عودة للتوتر خاصة في هذه الليلة. ما المعلومات المتوفرة لديكم؟ وإذا ما صحة هذه الأنباء التي تحدثت عن احتواء الخلاف، وما هي فرص عودة المواجهات ربما مرة أخرى؟ يوم أمس تبادلت عدة مواقع ووضعت الصفحات الإخبارية أنه تم تغيير الثقاف وتعيين شخص اسمه أبو طارق جراب من أبناء صعدة مديرا لأمنيت. فعندما تم اليوم نفي ذلك، تحركت جميع الشخصيات التي تكون للثقاف البغض والعداء، وصارت اليوم في إب يعني بشكل كبير، وصار التوتر منذر، يعني منذر بتفجر الأوضاع مرة أخرى، لأن شخصية القيادي الحوثي سفيان الذي قضى مصرعه يوم أمس، ربما أنه قدم ليس إلا كبش فداء. هنالك أطراف داخل محافظة إب ابتداء بالمشرف العام الحوثي المسمى صالح حاجب، هو أكبر شخصية تم تقليص صلاحيته من قبل الثقافة، وتطور الأمر إلى إبعاده من محافظة إب، وهو بمعية بعض الشخصيات الكبيرة مثل أبو كاظم وأبو عطان، يعني شخصيات كبيرة وقف لهم الثقافة في حلوقهم وقلص صلاحياتهم، واستطاع أن يكتب رضا يعني أبناء المحافظة بشكل كامل. فالوضع قلت لك متوتر الآن، وممكن أن ينفجر في أي وقت. تحدثت عن ما نشرته بعض المصادر الإعلامية من النفي لإقالة السقاف، مصادر إعلامية في الجهة الأخرى ربما تتحدث عن وصول عبد الحافظ السقاف إلى العاصمة المؤقتة عدن، هل لديك أي معلومات بهذا الشأن؟ هذا الشيء يعني أنا أستبعده تماما. لدي مصادري داخل محافظة إب ومن المقربين للواء عبد الحافظ السقاف، وهو متواجد داخل محافظة إب ولم يغادرها. اختفاء الشخصية الجدلية التي دار عليها الخلاف وهو أبو بكر شاكر بابك، اختفى يوم أمس اختفاء نهائي ولم يشاهده أحد حتى الآن. أما بالنسبة للسقاف، لم يغادر إلى مارب، ما زال موجود في محافظة إب. طيب أستاذ إبراهيم، تقارير كثيرة تتحدث أن ميليشيا الحوثي استباحت محافظة إب ومارست فيها الكثير من الانتهاكات التي تنوعت ما بين القتل والاختطاف ونهب الأراضي وإذلال الناس ومصادرة حقوقهم. لو تضعنا في صورة أبرز هذه الانتهاكات التي ربما تمارسها ميليشيا الحوثي بحق محافظة إب، وإلى أي حد هي نجحت اليوم في إرهاب المجتمع داخل محافظة إب؟ بالنسبة للانتهاكات في محافظة إب تعددت يعني بجميع أشكال الانتهاكات، سواء الانتهاكات على المستوى الشخصي من اعتقال من حب، سواء الانتهاكات في أخذ حقوق الغير في هباش الأراضي وخصوصا أراضي الوقف، انتهى يعني حتى على مستوى من لديه صفحة في الفيسبوك أو غير ذلك لا يستطيع أن يتكلم، وإذا تكلم يتم حبسه. بالنسبة لمحافظة إب، رغم أنهم يسمونها محافظة السلام، إلا أن هذا المسمى لا يوجد نهائيا. يعانون أبناء المحافظة من طلب وجبروت وتعنت الحوثيين. فقط كما أشرت إليكم، تعيين الثقاف
في محافظة إب كان له دور، استطاع أن يقلص جبروت تلك القيادة الحوثية على مستوى المحافظة، وهذا الشيء الذي جعل منهم يفيدون له ويدبرون له يعني الكثير من المكائد والمشاكل، وآخرها الذي حدث يوم أمس، وكل شيء مرتب، لم يأتي كل شيء يعني لم يأتي بالصدفة، الأمور يعني مرتبة منذ مدة، والأطراف الذين أشرت إليك يعادون الثقاف هم من يقفون الآن مع الطرف الآخر ويشجعونهم ويعملون لهم. قد يفهم حديثك هذا أستاذ إبراهيم أنه دفاع عن عبد الحافظ الثقاف. نعم، قد يفهم حديثك بأنك عندما قلت أن عبد الحافظ الثقاف عمل ربما على تقليص الكثير من الانتهاكات التي كانت، رغم اختلافي السياسي مع عبد الحافظ الثقاف، إلا أن الحق يقال، أن الرجل صنع فارق كبير جدا على مستوى على المستوى الأمني داخل المحافظة، يشهد له العدو قبل الصديق. طيب أستاذ إبراهيم، بالنسبة أيضا للمعلومات المتوفرة لديكم كمتابعين ومهتمين بما يحدث داخل محافظة إب، هل لدى الميليشيا اليوم القدرة على احتواء الموقف، أو ربما قد تتصاعد الأمور وتخرج عن سيطرتها؟ والله يا عزيزي، في هذه الليلة بالذات وجود انتشار مسلحين تابعين لتشكيلة الحوثيين، سواء العسكرية والأمنية، في شوارع المحافظة والمراكز الأمنية، وأكثرهم كما قلت لك أكثرهم من يحملوا أكثر ثأر شخصي مع الثقاف. اجتماعهم بشكل كبير يدل على أنهم لا يريدون الثقاف أن يظل في داخل المحافظة، لكن سلطة الأمر في الأول والأخير لدى سلطة الأمر الواقع أو سلطة الحوثيين في داخل صنعاء، هم من سوف يقررون بقاء الثقاف من عدن. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم عسقين، مستشار محافظ محافظة إب الإعلامي، شكرا جزيلا لك. أعود للأستاذ حمود هزاع من مأرب. بالنسبة للمعلومات أستاذ حمود، إذا كان لديك أي معلومات حول وصول عبد الحافظ الثقاف إلى العاصمة المؤقتة أو إلى مأرب. لا لا لا، لا يوجد أي معلومات رسمية، كل ما يتداول هو غير رسمي وفرضيات. كل ما يجري في البلد بشكل عام يجعل من المنطق منطق وكل شيء معقول في إطار الواقع الذي نعيشه، التخبطات لدى القوى حتى لدى الحلفاء الشرعية كذلك، ويجعل كل شيء قد يكون منطقي وغير منطقي في الوقت حاله، في حالة من. طيب أستاذ حمود، في هذه المواجهات التي شهدتها محافظة طيب، طيب في هذه المواجهات التي شهدتها محافظة طيب، سقطت قيادات رفيعة في صفوف ميليشيا الحوثي، ربما الأبرز فيها الوكيل المعين من قبلها إسماعيل عبد القادر سفيان، هل يعني هذا أن الصراع وصل بين الطرفين إلى مستوى لا يمكن احتوائه، وربما هناك فرص كثيرة للتصعيد ما بين الأطراف؟ لا أعتقد، لأن القيادات الرئيسية التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي ضمن من ذكره الأخ إبراهيم، وهناك أبو علي العياني كذلك قيادي آخر، ميليشيا الحوثية تقوم على تعدد أجنحة الميليشيا إلى جانب الصفات الرسمية، وبالتالي يجعل انه اجراء كبير وكارثي لا اتوقع. اذا تجدد الاشتباك وراحت الشخصيات الاخرى التي هي المسؤولين الاول والثاني والثالث، هذا الذي قتل لقد ربما يكون من الشخص الرابع او ما بعد الخامس في المحافظه، وبالتالي يجعل ليس شخصية رئيسية وليس صاحب القرار الأول في المحافظة. طيب ما رأيك بوجهة النظر التي تقول أن الصراع ربما اليوم بين حوثيين يهدف لتمكين العناصر القادمة من صنعاء على حساب
العناصر التي كانت مؤتمرية في داخل محافظة إب، وربما هناك من يأخذ بهذه الفرضية إقالة السقاف. هذه شيء طبيعي، وهذا جزء من سيكولوجية هذه الحركة، وقد رأينا هذا ما تم في 2014 في ذمار وفي كل المحافظات. لا تثق القيادة الحركة إلا بالمقربين لها، ولا تنحاز إلا لمساعديها الرئيسيين، وبالتالي قد يكون جزء من ما قاله الأخ إبراهيم من الرياض حقيقة، أنه قيادة ميليشيا الحوثي تشعر بثقة أكثر بعناصرها الرئيسية التي ترسلهم لإدارة المحافظات خارج صعدة. طيب، لو رصدنا أبرز الانتهاكات التي تمارس اليوم من قبل الميليشيا بحق أبناء محافظة إب. كان في هناك تقرير صادر تكلم عن قرابة 10,000 جريمة وحالة انتهاك منذ دخولهم إلى ما قبل شهور. هناك 100 القتل، حالات القتل خارج إطار القانون وبلا مساءلة. هناك قتل وفاة تحت التعذيب، هناك نهب أراضي، هناك سلب ممتلكات، هناك تكميم أفواه، هناك فصل تعسفي من الوظيفة، هناك حالة من الترهيب، هناك حالة من فرض تغيير أيديولوجيا وعمل على تشييع المجتمع، هناك نوع من الإذلال من سلب الذات. الانتهاكات ميليشيا الحوثي في أي منطقة تسيطر عليها لا تعد ولا تحصى، وهذه المحافظة قاومت في داخل إب، وخذلت للأسف الشديد من بعض التيارات اليماذي التي تدعي أنها مستهدفة وأنها تقف إلى جنب أبناء إب. هي التي خذلتهم في العام 2015 وفي العام 2016، خذلت مقاومة إب ورفضت أن يتخلصوا من هذه الميليشيا الإرهابية. وكذلك أبناء إب قدموا الكثير من التضحيات في إب وفي تعز وفي كافة الجبهات للجيش الوطني والمقاومة. محافظة إب قدمت من الشهداء والجرحى ما كان يكفي لتحرير اليمن كاملا إذا كان هناك في صدق وجدية، لكن للأسف الشديد يعيش الإنسان اليمني في مرحلة تكالب عليه الجميع، يعاني الإنسان داخل إب وحتى خارج إب، من نزحوا يعيشون ظروف قاسية في النزوح، يعانون من حرمان، من غياب الحكومة الشرعية، أو من يقاتلون يشعرون بالإحباط، يشعرون أن ليس هناك جدية من قبل الحلفاء، وخاصة مع بداية ظهور يعني مواقف إعلامية وما جامت الشرعية واتخاذ مواقف أخرى من قبل الشرعية. هذه تثير الريبة والاستياء لدى قوى الشرعية من أبناء إب وأبناء اليمن جميعا. طيب استاذ حمود، نرحب ايضا بضيفنا من العاصمه السعوديه الرياض عبد العزيز الهداشي المحلل السياسي والعسكري. اهلا بك استاذ عبد العزيز. اسعد الله مساءك ومساء الساده المشاهدين، وتحيه لك ولضيوفك الكرام. استاذ عبد العزيز، منذ سيطره ميليشيا الحوثي على محافظه اب، عناصرها غرقت ربما كثيرا في موضوع النهب وسرقه الاراضي والصراع على المناصب والنفوذ داخل المحافظه. لو نتحدث عن هذه الجزئيه، والى اي حد ساهمت في تعاظم الصراع الحوثي الداخلي بين عناصرها؟ دعني أبدأ، سوف أخرج يعني قليلا عن السياق، وأستهل يعني بالمثل الشعبي الذي يقول الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي. الحقيقة أننا كثير من الناس لا يعرفون قصة هذا المثل، وهو عبارة يمثل الصراع الهاشمي على السلطة عادة عندما تستقر لهم الأمور. المثل هذا قصته أن عبد الله بن المهدي خرج على ابن عمه الإمام الهادي، فدار بينهما صراع استمر لمدة سنة، أدى إلى مقتل كثير من القبائل، ثم تصالحوا. فعندما أتوا ينتقدوا عبد الله بن المهدي، قال لهم الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي. الإمام المتوكل على الله إسماعيل
وله رسالة القول النافع في جواز أكل أموال الشوافع. أباح إبوة عزوة وما سمي باليمن الأسفل، أباحها لأتباعه ينهبوا الأراضي وينهبوا الأموال وينهبوا كل شيء، لدرجة أنه عندما أتاه الأجل أتى أحدهم إليه يقول له: يا إمام استغفر الله مما أكلت من أموال أبناء إب وأبناء عز. قال: والله لا أستغفر الله على ما أخذت منهم، ولكن أستغفر الله على ما تركت في أيديهم. الحقيقة من قدوم الهادي بن يحيى الرسي والإمام الزيدية في اليمن، عندما هم يقاتلوا يتوحد الهاشميون بكافة أطيافهم وأطرافهم للاستيلاء عندما يكونوا خارج السلطة، فإذا استولوا على السلطة واستقر لهم الأمر تقاتلوا فيما بينهم البين. استقر لهم الأمر في إب، فدار صراع يعني فيما بين الحوثيين او القياده الهاشميه نفسها، وليس القياده القبليه كما يتصور البعض. فالقياده القبليه مهما على شانها وعلى كعبها فلهم مقام معلوم لا يتعدوه، يعني لا يستطيع عبد الحميد الشاهري احد القياده القبليه الكبيره الذي جند للحوثيين ان يتجاوز حد معلوم، وحتى المحافظه عبد الواحد صلاح لا يستطيع ان يفصل في قضيه صغيره، هم مجرد يعني ديكورات سوف يتم الاستغناء عنهم فيما بعد. انا سوف اذهب بقليل الى العود ومقاومه العود. عبد القادر سفيان الذي الامس وكيل المحافظة كان أحد الذين أدخلوا الحوثي إلى العود، وكان عراف إسقاط العود، وهو أحد الأساسيين في إسقاط العود. طبعا بين قوسين عبد القادر سفيان هذا هاشمي، دفعته هاشميته إلى الانتباه أو إلى مساندة عبد الملك الحوثي. لو تتذكرون أن هناك شهيدة اسمها أصيلة الدودحي رحمها الله من شهيدات العود التي قاتلت الحوثيين، لعل لعنة الشهيدة أصيلة سوف تلاحق كل من أسقط العود وكل من تآمر على العود. هذا أولا. أذهب ثانيا إلى محافظة إب، لعل محافظة إب حصلت فيها مقاومة متقدمة، ولعلكم تذكرون مقاومة الرضمة بقيادة الشيخ عبد الواحد الدعام، كانت إحدى المقاومات قبل عاصفة الحزم، وإب قاومت ولكن في نهاية المطاف غلبها الهاشميين من أبنائها، سواء بيت الشامي من السدة أو من النادرة أو بيت المتوكل من جبلة، هم الذين غلبوها وأثرت المحافظة يعني الحياد المحافظة كالمدينة. أما أطرافها لعلكم تذكرون الشهيد نايف الجماعي، وما زالت المقاومة كثير من أبناء إب يقاتلون في مريس اللواء الرابع على وجه الخصوص، هذا كله من أبناء إب. طيب في ظل هذا التغلغل أستاذ عبد العزيز، في ظل هذا التغلغل الخلاصة يا سيدي، طيب في ظل هذا التغلغل لميليشيا الحوثي داخل محافظة إب، تسمعني أستاذ عبد العزيز؟ نعم. أنت تتحدث اليوم عن تغلغل ميليشيا الحوثي داخل محافظة طيب من خلال عناصرها وأسر عديدة مكنتها ربما من إسكات وإخضاع الناس داخل محافظة طيب. في ظل هذا التغلغل إذن هناك فرصة كبيرة لاحتواء الموقف وأي تصدع أو خلاف فيما بين عناصر ميليشيا الحوثي داخل محافظة طيب. أقول لك لولا الاستقرار في إبل ما حصل الصراع فيما بين أطراف الحوثي. الصراع هم كما قلت لك في المقدمة بشكل عام هذه الأسر تتحد فيما بينها عندما تكون خارج السلطة، فإذا استقرت لها السلطة يبدأ الصراع من الأحق بهذه السلطة. فما حدث الآن في إب هو صراع بين صراع، وإن كان واجهته هم هاشميين إب، لكن الحقيقة أنه الصراع ما بين الهاشميين شمال الشمال وهاشمي والهاشميين حق إب. الصراع هذا عادة يحدث يعني أحفاد الإمام يحيى الهادي الرسي هذول تقاتلوا مباشرة، وكل الأسر الهاشمية كانت تتقاتل، ولعل ثورة 48 أو المسمى ثورة 48 كانت جزء من الصراع الهاشمي. أنا لا أريد أن أعطيك معلومات سطحية عن الحادث هذا عادتهم عندما يستقر لهم الوضع ويستتب الأمن لهم
ويستكين الناس تحت حكمهم يبدأوا في الصراع فيما بينهم. لا 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 يعني الشيء الآخر، لو كان هناك طرف ثالث، لو كانت الشرعية قوية ولديها استخبارات تبقي هذا الصراع، لكن للأسف الشديد الشرعية مغيبة نهائيا عن هذا المشاهد، رغم أن الحوثي يستطيع إذكاء الصراع في المناطق التي يسيطر عليها الشرعية، والعكس غير صحيح. نعم. طيب أعود للأستاذ حمود. أستاذ حمود، يتحدث الأستاذ عبد العزيز الهداشي عن لعنة الضحايا الأبرياء الذين سقطوا داخل محافظة إب واستشهد ببعض الأسماء، إلى أي حد يمكن أو نستطيع القول بأن دائرة الصراع والظلم بدأت تضيق على ميليشيا الحوثي داخل محافظة إب، وربما يقع الحوثيين والمتحوثين من هذه العناصر ضحايا لهذه البلطجة والسلوك الميليشياوي؟ قبل أن أجيبك على سؤالك، دعني أؤيد حي الأخ عبد العزيز الهداشي وأؤيد كل ما قال، وأن ما يجري هو صراع بين هذه الأسر الهاشمية الرسية السلالية التي امتهنت اليمنيين منذ 1200 عام، وهذا ما قاله هو الأخ عبد العزيز الهداشي يتناقض مع ما ذكره ضيفك السابق من الرياض إبراهيم عشقين، وللأسف الشديد هذا سكرتير محافظ إب، سكرتير الشرعية، هذا رجل الدولة الشرعية بدأ يوزع الهاشمية، تتحد ضد اليمنيين ضد هذا المجتمع، وتجد من صف الشرعية من يخلع على البعض رداء الوطنية ويبرر ويدافع ويناصر تيار معين بدوافع وهمية بمسمى انحياز حزبي، وهذا السلالة هي تخترقت كل شيء من أجل انتصار لسلالتها، ولا يمكن في يوم من الأيام أن ينحاز واحد أحد من قيادة هذه السلالة لمنطقة العقل والحزب والمواطنة والتعايش، هذا أولا. الشيء الثاني، لعنة اليمنيين جميعا، لعنة الظلم والجور التي مارسته ميليشيا الحوثي في العود وفي إب وفي عمران وفي ذمار وفي الريمة ستلاحقهم جميعا، لا شك لن تنتهي هذه المعارك وهذه الحروب القائمة إلا بانتصار المظلوم مهما طال الزمن. وميليشيا الحوثي تحمل مقومات فنائها ونهايتها منذ أول يوم وجدت، لكنها تستفيد من تناقضات البعض، من الغطاء الحزبي، تستفيد من التناقضات الإقليمية والدولية. نحن نعلم ما هي القوى، ندرك أن ميليشيا الحوثي لولا حلفائها المحليين والإقليميين ما دخلت صنعاء، وندرك حمود أن الميليشيا تستفيد من تناقضات البعض كما تقول. ما الذي تقول أن الميليشيا تستفيد من تناقضات البعض والأطراف الأخرى ربما؟ ما الذي يمنع اليوم الشرعية من أن تستفيد من التناقضات وهذه الخلافات الحاصلة اليوم؟ يا عزيزي، قادة الشرعية للأسف الشديد هناك حالة من الانفصام، هناك مجتمع وشعب قدم عشرات الآلاف من الشهداء وأضعافهم من الجرحى في مختلف الجبهات من أجل استعادة وطنه وجمهوريته، وهناك نوع من الانفصام ما بين القيادة العليا سواء ما يجري في المناطق المحررة أو تجاه هذا الشيء. هناك حتى من قبل حلفائنا بدأ يتحدثون عن خيارات أخرى، وأنه بالإمكان يبقى على ميليشيات الحوثي وتجزئة البلد. هذه التناقضات هي التي تصنع، جعلت الحوثي قائما، الحوثي ليس قويا. هذه الميليشيات إذا امتلك المجتمع، إذا لمس جدية وصدق الشرعية وحلفائها سيتخلص منها خلال أسابيع في مختلف أنحاء اليمن، لكن كيف ننتصر على ميليشيا بجيش في مناطق لا يمتلك الذخيرة ولا التغذية، كما صرح رئيس هيئة الأركان السابق، وكنت أنا فيها ضيف لقناة بلقيس نتحدث حول أنه جيش يجوع، وكما جلسنا مع قادة عسكريين التسليح خفيف ولا يوجد حتى تكافؤ في القوى، ويوجد منع بطريقة أو بأخرى لمنع أي تقدمات، استهداف أي تقدمات للجيش الوطني دون تنسيق مع قيادات التحالف. الشعب اليمني يعاني من خذلان ومن
ومن طعن ومن تكالب، هذه التناقضات كامل تجعل من الحوثية يبدو كرقم. إذا ما انتهت هذه التناقضات فإن الميليشيا الحوثي ستنتهي في خلال أيام معدودة. طيب أعود للأستاذ عبد العزيز من الرياض، مع تنامي الصراع داخل أو ما بين أقطاب ميليشيا الحوثي في محافظة إب، هل يمكن أو يعول على انتظار أي دور إيجابي ربما لمن تحوث من أبناء محافظة إب والذين يتعرضون اليوم للإقصاء والتهميش والإذلال من قبل ميليشيا الحوثي والعناصر القادمة من صعدة؟ أنا أؤكد هناك نوع من المتحوثين. أول حاجة بالنسبة للهاشميين بشكل عام، يعني أغلبهم سنتهم وشيعتهم في إب، هم قد حسموا أمرهم مع الحوثي عرقيا، لا مجال على ذلك. بالنسبة للمتحوثين من القبائل، هذولا القبائل وأقصد بهم شيوخ القبائل أو الشخصي الأعيان والشخصيات النافذة، هذولا لو وجدوا في الشرعية جدية في الوصول ومساعدتهم ودعمهم، فأزعم أو أكاد أزعم يعني والزعم هذا وجزء منه يعني يكون فيه شك، أزعم أن بعضهم مستعد أن يتحول إلى الشرعية إذا وجدوا جدية، وكون المنطقة التي أنتمي إليها مجاورة لمحافظة إب أو أنها جغرافيا تابعة لإب، فإن كثير من الشخصيات التي مع الحوثي يقولون لو شعرنا أن الشرعية قادمة وأن جيش الشرعية سوف يتحرك بجدية فإننا سوف ننضم ونقاتل مع الشرعية، لكن لن نتورط ولن نكرر مأساة حجور. عندما تحركت حجور وخذلتها الشرعية وكان بالإمكان مساعدتها، يا سيدي كانت دمت قد تحررت سابقا وكانت الرضمة قد تحررت سابقا وكنا على مشارف جريم، هذا في نهاية عام 2015، ولكن الخذلان الشرعية والتحالف لا جاز الأمر جعل كل واحد يعمل ألف حساب قبل أن يقدم على خطوة كهذا. فالكثير لو شعروا بجدية الشرعية، وهناك أنا قلت لك في بداية المداخلة على أن اللواء الرابع في محافظة في مريس أغلب عناصر من محافظة إب، وهناك شهداء كثير من محافظة إب، التويتي مثلا قائد قوات العمال الشهيد، كثير من أبناء إب لا يحضرني أسمائهم، هؤلاء وأول شهيد من محافظة إب بعد اجتياح صنعاء كان أول شهيد في الجمهورية بعد اجتياح صنعاء كان من محافظة إب، الشهيد نبيل الدعام، يعني كثير أبناء إب مستعدين، لكن إذا وجدوا جدية في الشرعية وجدية في التحالف يعني وإزالة الفاسدين من هرم المحافظة المعين من قبل الشرعية. طيب أستاذ عبد العزيز، إلى حين أن يجدوا هذه الجدية في التعاطي من قبل الشرعية وفي ظل حالة الخذلان التي أنت وربما ضيفنا أيضا من مأرب متفقين عليها من قبل الشرعية لأبناء محافظة إب، برأيك إلى أين تتجه الأوضاع في محافظة إب؟ أنا أرى أنهم احتووها بسرعة شديدة، يعني كأن وتم إيفاد وفد رفيع المستوى من صنعاء، كأنهم يقولوا لهم ليس الآن وقت الصراع، ما زلنا نواجه الأعداء. فهذه حادثة نستطيع نقول إلى حد ما عرضية الآن، لكن في المستقبل إذا استقر لهم الوضع بأي حال من الأحوال فسوف تحصل انشقاقات وصراع فيما بينهم، لكن حاليا لا أعتقد أنها سوف تتطور أكثر من مما حدث. هم سارعوا لإطفائهم، يدركون الخطر الذي يعانون منه كهاشميين وليس انقلابيين أو متحوثين، وإنما كهاشميين يدركوا أن هناك نار الانتقام سوف تلتهب. على فكرة، على ذكر الهاشميين حتى لا يقال أنني أظلمهم وأنني أعمم، عبد الواحد المروعي هو شيخ سلفي، ولكن شيخ من شيوخ السلف ومن خريج دماج، ولكنه لأن العرق الهاشمي أنظم كان أحد الذين أدخلوا الحوثي إلى إب. أنا لا أعمم على السلفية، ولكن أريد أن أبين للجميع على أن الحرب جزء منها عرقية، والعبد الملك الحوثي يستغل هذا الجانب. أغلب الهاشميين إن لم يكن كلهم، هناك استثناءات ونادرين، والنادر لا حكم له كما يقال في القاعدة الفقهية، هذا أغلب الهاشميين مع الحوثي، فبالتالي سوف يضطرون للتوحد حتى ينتهي الخطر الخارجي. طيب أشكرك جزيلا أستاذ عبد العزيز الهداشي، لم يعد لدينا الكثير من الوقت، ربما باقي دقيقة في هذه الحلقة. أستاذ حمود من مأرب، هل
ما الذي تتفق فيه في الاستشراف إلى قادم الأيام في محافظة إب وتطورات الوضع هناك؟ أتفق تماما مع ما ذكره الهداشي. محافظة إب قاومت كثيرا، نحن في حزم العدين وفي عزلتي الشعائر والأهمول، قاومت هذه العزلتين عام كامل، وثم عندما لم يجد أبطال الجمهورية ما يقاتلون في به ميليشيا الحوثي وانسحبوا، وعندما قاتلوا ميليشيا الحوثي قاتل إلى جانبهم من أراد من هم اليوم يدعون أنهم حريصين على أبناء إب وإنهم يواجهون الميليشيا القادمة من شمال الشمال. أتفق مع ما يقوله جملة وتفصيلا، وكذلك ما الواقع السياسي في إب لا يختلف عن الواقع السياسي في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. دعني في الختام أحيي أبناء محافظة إب، هذه المحافظة الصابرة، هذه المحافظة المناضلة، تحية لرجالها ونسائها وأطفالها ولشيوخها، تحية لأبنائها في المرابطين في الجبهات ولأبنائها العاملين في الداخل وللمغتربين في جميع أصقاع الأرض. وصلت تحياتك وأمنيتك لهم. شكرا جزيلا لك حمود هزاع الزميل الصحفي من محافظة مأرب، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتجي حلقة هذا المساء زميلين أمين بارفيد وأسامة عادل، في أمان الله.